بضربات مركزة ودقيقة مدعومة بسلاح الجو. تستمر وحدات الجيش والقوات المسلحة بعملياتها العسكرية مستهدفة مراكز وتجمعات التنظيمات الإرهابية على مختلف المحاور. في حلب طلعات جوية استهدفت أوكار وتجمعات الإرهابيين في الراشدين الأولى والرابعة والخامسة وأبو شيلم وقبطان الجبل وخان طومان وشرق أرم الصغرى. طلعات أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم، في حين تم القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير آليات لهم بمن فيها في معرة مصرين واستهداف تجمعاتهم في حاس وحرش خان شيخون في ريف إدلب. عمليات مستمرة لوحدات الجيش والقوات المسلحة في ريف حماة. مصدر عسكري أكد تدمير 3 آليات مزودة برشاشات ثقيلة لإرهابي جيش الفتح في طيبة الإمام وصوران، فيما نفذت وحدات الجيش عمليات مكثفة على مواقع انتشار تنظيمات جبهة النصرة وجند الأقصى الإرهابية، وتركزت على تجمعاتها وتحصيناتها وتحركاتها في اللطامنة ومورك وكفر زيتا بالريف الشمالي المداخم لريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين. أما في المنطقة الشرقية فقد استهدف سلاح الجو مواقع الإرهابيين شرق مطار دير الزور العسكري وحي العرف وحويجة قاطع والحديقة المركزية وأوقع خسائر في صفوف الإرهابيين. وعلى محور درعا أكد مصدر عسكري مقتل وإصابة عدد من أفراد المجموعات الإرهابية التي تقوم بأعمال التحصين في درعا البلد بحي الأربعين ومحيط الجمرك القديم وتدمير تحصيناتهم، كما تم إحباط هجوم لإرهابي داعش على تل بثينة في ريف السويدات.